ازيكم؟ عاملين ايه؟ هنعمل الفته بطريقه سهله وخفيفه وهتعجبكم ان شاء الله. هنا معانا حله فيها ميه مغليه، قطعنا بصلايه وحطينا حبهان وفلفل اسود وسنه كده من الكمون، هيطلع احلى شوربه لحمه. هنغطي عليها بقى ونسيبها تستوي براحتها. هنعمل بقى الرز الابيض للفته. معانا هنا حبه زيت، حطينا عليهم الرز مغسول، هنديله بس تشويحه كده عشان ما يبقاش معجن، تشويحه كده بسيطه في الزيت، وننزل على طول بالميه. الميه يدوبك تغطيه، ما تبقاش كتير قوي عشان ما يعجنش. هنحط بقى الملح كده ونقلب. هنغطي بقى نص غطا كده ونسيبه بقى يتشرب. هنا هنعمل بقى العيش. انا بحب جدا اقطعه بالمقص، بيكون سهل، ولو هتعملي كميه كبيره هتقطعي بسرعه، وانا بحب اقطعه مكعبات صغيره، بياخد كله لون واحد وبيبقى تحفه. هنا بقى الرز كان خلاص اتشرب، هدي بس تقليبه كده واحده، وهنوطي النار ونسيبه، ونغطي عليه خالص بقى ونسيبه ايه يستوي براحته. اهم حاجه واحنا بنقلب ناخد كده بقى من القعر كده عشان ما يبقاش فيه قعر كتير في اللزق في الحله. معانا هنا بقى حله هنعمل فيها الصلصه، حطينا حبه زيت، دي ثوم مهروس، هنحط بس حبه صغيرين منه، والباقي هستخدمه في الشوربة. بصوا انا حطيت ايه، حطيت حاجة بسيطة كده مش كتير قوي عشان يبقى الاكل خفيف وما ينفخش البطن. بصوا انا بقى احمر كده وهنزل بقى عليه الصلصة دي، انا كنت مسبكاها مش حطاها في الفريزر، فهي دوبك بس ايه هتفك في الحلة. هنحط بقى كده حوالي معلقتين كده من الخل الابيض، طبعا لو طماطم مفيش طماطم متسبكه يعني وجاهزه، عايزه هتضربوا الطماطم ونحط مثلا نص شفشق كده مثلا على الثوم ونسيبه يتسبك مع الثوم. هنا يعني بقى هنحط العيش في صينيه، اي صينيه بتدخل الفرن، هنحط عليها حبه زيت، هندخلها بقى على الفرن، على الفرن مباشرة على الصاج اللي هي تحت مش تحت الشواية. هنسيبه حوالي يعني 20 دقيقة، هيكون كله اتحمر وخد لون تحفة. احنا بقى معانا كمية التوم دي للشوربة، واللي مش حابب توم للشوربة مفيش مشكلة، تبقى برضو كده تمام وحلو. ننزل بقى، بس بصوا بقى بتديها لون، واصلا بصوا لون شوربة اللحمة مش محتاجة يعني، بصوا الثوم بقى بيديها طعم كده كمان تحفة. بصوا بقى العيش بعد ما هو اتحمر وكله قرمش، معانا بقى الشوربة سخنة والعيش سخن، ننزل بكبشتين كده مش هنعومه في الشوربة، هو كده كده هيطرى لما نحط الرز والاكل هيبقى سخن، كده كده هيطرى معانا، فاحنا هنحط بس معلقتين كده من الشوربة وبعد كده هنحط الرز. بصوا بقى الرز مفلفل وحلو ازاي، نحط بقى كده الرز نوزعه كويس على العيش كله. بصوا يعني حاولوا تزودوا الرز شويه في الصينيه عشان دي فته، هتلاقوا كله بياكل من الفته، مفيش حد هياكل مثلا رز لوحده والكلام ده. على فكره اللي هيجرب الطريقه دي اللي ما بيحبش الفته ودقها هياكل منها على طول.
برضو حاولوا تحطوا في صينية كده عشان لو حبيتوا تسخنوها. نحط بقى الصلصة، اهم حاجة بقى الشكل ده، والصلصة اللي على الوش دي بقى دي لوحدها بتفتح النفس، يعني شكلها كده عارفين شكلها مغري، اللي هو ما بيحبش الفتة هيجرب ويدوقها. بصوا نعمل عادي اي شكل كده، بحيث برضو ان تبقى الطماطم او الصلصة كلها على الرز. دي بقى معلقة معلقة واحدة بس من السمنة، حمرنا فيهم اللحمة ورشيت رشة ملح وفلفل، هنحط بقى اللحمة عليها كده. جربوها بجد هتعجبكم، ويبقى ألف هنا وشفا. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة. باي باي.